بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي وتاج راسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع أجمل برنامج أنا عشته في حياتي. يعني مش بقول أحسن برنامج على الفضائيات، لكن أجمل برنامج أنا عشته بنفسي، ليلة في بيت النبي. حقيقة والله العظيم يا جماعة، أنا ما تتخيلوش أنا بنتظر يوم الثلاث بفارغ الصبر إن إحنا على لقاء مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وبعدين يعني زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، فأثناء حتى كلمات الأنشودة اللي بتتقال في أول الحلقة بتأهلني يعني بتخلي روحي كده ترتقي، إن أنا أقول إحنا دلوقتي داخلين بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، قبل ما نبدأ كالعادة كما تعودنا، عايز أقول من النهاردة ومن الليلة دي اكتب شهادة ميلاد جديدة. عايز البرنامج ده يغير حياتنا، واحنا قلنا البرنامج ما هوش للأسرة وبس، وإنما هو منهج حياة لينا. عايزين نعيش، عايزين نسعد، عايزين نفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نسعد بصحبته في الدنيا وصحبته في الآخرة وصحبته على الحوض الأنور صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف النهاردة، عايزين كل واحد يجهز هدية. انت رايح للنبي، رايح لحبيبك صلى الله عليه وسلم، عايزك تقدم اغلى هديه. قلت لك اكتر من مره النبي مش هيفرح باي هديه من هدايانا الدنيويه، انما هيفرح بهدايتك، هيفرح باتباعك لسنته، هيفرح بعودتك الى هذا الدين العظيم، هيفرح لما تكرم اسرتك، لما تكرم وطنك، لما تكرم واحد فقير، لما تكرم يتيم، لما تعود وتسجد لله سبحانه وتعالى وتقرب من ربك حبيبك جل وعلا. جهز هديتك، واحنا على بعض مع بعض على تواصل طول الاسبوع. عايز الاس ام اس بتاعكم ان شاء الله طول الاسبوع هديتك الى النبي. جت طبعا الحقيقه رسائل الاسبوع ده كانت في غايه الجمال ما شاء الله. هتسمعوا النهارده بشريات عظيمه جدا، عايزين نتواصل مع بعض طول الاسبوع ان شاء الله من خلال رسائلكم ان شاء الله، ونعرف مع بعض ازاي نقدم هديه للنبي صلى الله عليه واله وسلم. اخويا وحبيبي، عايزك قبل ما البرنامج يبدا عايزك تحضر ورقه وقلم، خليك معايا عشان في اخر الدرس ان شاء الله في واجب عايزين نعمله كلنا عشان نتواصل. عايزين نتواصل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لو ما كناش نتواصل بالحق يبقى ما فيش خير فينا. احنا محتاجين ناخد بايدين بعض للجنه، محتاجين نبدا مع بعض خطوه للجنه. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى في الجنه، قولوا امين. تعالوا نبدا درس الليله دي، تعالوا ندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده لقاء سبيشال، لقاء خاص جدا، فعشان كده النهارده محدش هيخش النبي الا بتاشيره. لازم تاخد التاشيره عشان تخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وما تخافش، والله التاشيره النهارده سهله جدا ويسيره جدا، وهاخدها معاكم ان شاء الله. ايه التاشيره؟ تصلي على النبي 10 مرات تاخد التاشيره. تيجي نصلي مع بعض على النبي 10 مرات، رد ورايا وقول معايا بقلبك قبل لسانك: اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم 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 وبارك على حبيبنا رسول الله. ألف مبروك، ألف مليون مبروك إن شاء الله، معاك تأشيرة تخش بيت النبي. خد بالك وانت داخل بيت النبي، عايزك تستشعر، حس كل مرة معايا المعنى ده. احنا داخلين بيت النبي، هدوء، عينينا في الأرض، حياء شديد جدا من النبي. سيدنا عمرو بن العاص وهو في لحظات الموت كان بيوصف اللحظات ديت، فبيقول ان هو مر في حياته على ثلاث مراحل، كان من ضمنها اخر مرحله بيقول ما كنتش اقدر ابص في وش النبي، فلو طلبتم مني او لو سالتموني ان اصف لكم رسول الله ما استطعت، لاني لم اكن احد له الطرفه عظيما له صلى الله عليه واله وسلم. اخويا حبيبي، انت داخل بيت النبي، شايف مين اللي قاعد كده في بعيد مكان بعيد؟ مين اللي قاعد في اخر الغرفه؟ حبيبك. شفت النور، شفت الجمال، شفت البهاء، شفت ما شاء الله، شفت العظمة، حبيبك صلى الله عليه وسلم. ويا ترى مين اللي قاعد جنبه عن يمينه؟ أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ومين اللي قاعد عن يساره؟ أمنا سودة بنت زمعة. الحديث ده مين اللي رواه؟ النسائي بإسناد حسن.
ايه اللي حصل؟ دي قصتنا النهارده. اللي حصل ان النبي كان في يوم من الايام كان في زياره لامنا عائشه، فهو قاعد معاها، دخلت سوده بنت زمعه زوجته برضه ام المؤمنين، فلما دخلت فراحت قعد عن يسار النبي، فامنا عائشه كانت عامله اكل طبخه معينه اسمها حريره او خزيره على اختلاف القراءات. فامنا عائشه يعني بصت لامنا سوده فقالت لها كلي، قالت لها مش عايزه اكل، قالت لها لا تاكلين او لا الطخن بها وجهك. طبعا بتهزر معاها يعني، والا امنا عائشه كانت بتعتبر امنا سوده كانت بتعتبر نفسها امها، يعني كانت بتعتبر ان ام سوده ام عائشه رضي الله عنها وارضاها، وهي كانت حنينه جدا عليها وبتحبها جدا يعني. فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان امنا سوده قالت لها مش هاكل، فامنا عائشه متمسكه مكوره حته كده من الاكل كده وراحت ضربها في وشها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قعد يضحك، ما زعلش بقى النبي، لا ما زعلش ان هم بيهزروا، فقعد يضحك. فكان قاعد النبي بين امنا عائشه على يمينه وبين امنا سوده على يساره، وحاطط رجله على رجل دي وحاطط رجله الثانيه على رجل دي. فلما لقى عائشه ضربت سوده راح شايل رجله من على سوده وبص لها كده عايز يقول لها ايه، خدي حقك. طبعا امنا سوده ما صدقت بقى. طبعا امنا سوده ما شاء الله كان جسمها كبير جدا، فطبعا التكويره بتاعتها غير تكويره امنا عائشه، راحت مكوره بقى ايه نص الحله مثلا، واخد بالك، وراحت ضربها في وش عائشه والنبي يضحك. ايه ده، هو النبي كان بيضحك؟ اه تصدق النبي كان بيبتسم ويضحك ويمزح وكده. اه يعني الضحك مش حرام؟ لا مش حرام، اصل خد بالك كلمه في سرك، يعني في ناس فاكره ان السنان عوره. يعني انه حرام انه يضحك فاسنانه تظهر. وبعدين في ناس، وعايز اقول بقى بجد وبكلم كل الازواج اللي قاعدين في بيوتهم دلوقتي، في ازواج وفي زوجات يعني في المقابل، بس هي اكتر في الازواج، يعني بيبقى قاعد في البيت ضرب ال 111 مكشر، عارف 111 اللي هي الكشكشه اللي بتبقى في الجبهه دي، ضرب ال 111 ومكشر. ليه يا اخويا وحبيبي؟ ما سمعتش حبيبك، ما تصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم، هو بيقول تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. يا امال ده اذا كان في وش الغريب صدقه، امال في وش زوجتك حبيبتك اللي النبي، دي وصيه النبي يا اخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم وصانا قال الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. وقال صلى الله عليه واله وسلم قال خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا بدل ما انت قاعد ومكشر ومضايق نفسك وزعلان، على الاقل لو انت زعلان اشركها معك، قول لها والله انا متضايق عشان كذا، عندي ظروف كذا، متضايق عشان كذا، هتواسيك وهتحاول بقدر الامكان انها تطيب خاطرك وتهون عليك. لكن لو انت قاعد متضايق، مالك يا فلان، ما حدش يدعو بيه، انا زهقان، انا متضايق، انا تعبان، انت كده بتجلب العياذ بالله النكد في البيت والمعامله السيئه ديت، بكل اسف هتكره زوجتك فيك وتكره فيك اولادك. ابتسم لا تحزن، عشان كانت حلقة النهاردة كان اسمها ايه، لا تحزن وابتسم للحياة. الحياة مش مستاهلة، هقول لك كلمة حلوة قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان واحد مستهلف قال كلمة حلوة قوي كانت من أجمل ما قرأت في عمري، قال ايه، قال بيني، هم بيسألوه بيقولوا انت على طول ما شاء الله فرحان ومبسوط وما بكونش بتضايق خالص، ليه؟ قال لهم بيني وبين الملوك يوم واحد. أزعل ليه؟ الفرق اللي بيني وبين الملوك هو يوم واحد، أما الأمس امبارح فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته. امبارح عدى خلاص، هم كانوا كباب وكانوا مش عارف ايه وانا اكلت فول، واخد بالك؟ تعرف الفول عندنا في مصر فرض عين. المهم يعني فايه، صلى على حبيبك، فهو كانوا كباب وانا اكلت فول، اليوم عدى خلاص والطعم راح، واخد بالك؟ هو امبارح كان سعيد وبتفسح وانا كنت تعبان ومريض، بس اليوم عدى خلاص. واما الغد فهو في علم الله، اذا فما بقي الا اليوم، فان احسنت فيما بيني وبين ربي كنت افضل من الملوك، مش زي الملوك كمان، خدت بالك؟ يبقى لا داعي لان تحزن. هتحزن ليه؟ الحزن هيرجع لك اللي فات، هيضمن لك اللي جاي، بالعكس ابتسم وارضى بقضاء الله وكن مبتسما على طول الخط. تعالوا نشوف الموضوع من اوله بس بعد برضه ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في ناس يا جماعه فاكرين ان ديننا دين جامد، وشباب كتير فاكرين انه لما يلتزم هيبقى صعب جدا ولازم يكون مكشر ولازم يكون ضارب ال 111، وبعضهم بيقول لا ده ال 111 ده تسيب، ده لازم 1111، يعني يكون مكشر ومقفله خالص يعني. واخد بالك اخويا وحبيبي، انا باقسم لك بالله سبحانه وتعالى ان انت لو فهمت دينك صح هتلاقي نفسك مبتسم فرحان وسعيد ومتمتع بدينك. عارف يعني ايه متمتع بدينك؟ يعني انت عايش في متعه في ظل هذا الدين. الدين مش هيبقى طوق زي ما الناس فاكره، يعني معنى كده بقى ان انا لو تدينت ان انا هتخلى بقى عن كل شهواتي وهتخلى عن كل اسباب السعاده في حياتي، بالعكس
ده انت هتسعد سعادة ما بعدها سعادة، بس التزم اعرف سنة النبي. ده أسعد رجل في العالم هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لم تتوفر له الرفاهيات اللي احنا عايشين فيها، ما كانش عنده الفلوس اللي عند ناس كتير النهاردة، ما كانش عنده أسباب السعادة المادية اللي موجود عند كتير، رغم ذلك كان أسعد إنسان في العالم، لأن قلبه كان موصولا بالله جل وعلا. وقد قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، حياة ما بعدها سعادة، أو سعادة ما بعدها سعادة. وفي الآخرة بقى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بكل أسف يا جماعة، الصنف اللي كان فاكر ان دين ده دين كبت ودين عقد ودين بيبعدنا عن اسباب السعادة، بكل اسف لما التزم بكل اسف كان سبب في صد الناس عن دين الله. احنا عشان كده بنقول لا، صحح الصورة بقى والغي الصفحة السوداء اللي كانت قبل كده، وافتح صفحة بيضة النهاردة. ديننا هو اسباب السعادة، ديننا هو سبب السعادة اللي احنا فيها، اتباعنا لحبيبنا وتصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده من اسباب السعادة. مش بيقولك من جاور السعيد يسعد؟ لو جاورت النبي هتبقى أسعد إنسان في العالم. ليه؟ لأن هو أسعد إنسان في العالم صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بنقول في البداية، إحنا صحيح أمة مشغولة، أمة جادة، إحنا ما عندناش هزار ولا لعب معاك. قال جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لكن في نفس الوقت لا مانع إن يبقى بين الحين والحين في دعابة بسيطة، في مسحة جميلة، في بسمة رقيقة بين الحين والحين، عشان الحياة ما تبقاش يعني كلكعة وصعبة. قال جل في علام: وأنه هو أضحك وأبكى. إيه ده؟ الآية دي كأننا أول مرة بنسمعها. أيوة فعلا كأنك أول مرة بتسمعها. قال جل في علام: وأنه هو أضحك وأبكى. ما أبكاش بس أخوي وحبيبي، أضحك وأبكى، اضحك وابتسم، ولكن بشروط هنقولها في آخر حلقة إن شاء الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: لو تعلمون ما أعلم، ها شوف لفظ الحديث، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. تعالوا نشوف أول الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. ولم يقل لم تضحكوا أبدا أو ما ضحكتم أبدا، لكن أخذ بالك، يبقى إذن لم ينفي النبي الضحك، لكن قال إيه؟ لضحكتم قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لما جاء حنظلة وجاءه أبو بكر فقال: يا أبا بكر، نافق حنظلة فقال أبو بكر: وما ذاك؟ إيه اللي خليك تقول كده؟ قال له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عيني، كأننا شايفينها قدام عينينا بالضبط. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله يا بختيهم، وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ذهب ما نجد. فتعجب أبو بكر وقال: أو أنك لا تجد ذلك؟ قال: أجل. قال: وأنا والله. فذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشان يقضوا ليلة ببيت النبي برضه، فذهب إلى الحبيب المصطفى فقال له حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال: وما ذاك؟ وهو بيبتسم صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين. فإذا ما خرجنا من عندك يا رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، ذهب ما نجد. فتبسم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيدي، لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي، الحالة الإيمانية دي، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالعمل الصالح، وساعة بينخفض فيها الإيمان بالعمل الطالح أو بالغفلة عن طاعة الله. وليها معنى تاني، إن ساعة فيها شيء من المباحات، تستعين بالمباحات دي على طاعة رب الأرض والسماوات. هاخد زوجتي أفسحها ونمشي مع بعض ونفتكر أيام بداية الزواج ونقعد نضحك مع بعض ونهزر، تمام؟ عشان نرجع نصلي أنا وهي قيام ليل، يبقى المباح اللي أنا بعمله ده طاعة لله. هاخد زوجتي وأولادي ونتفسح ونروح مكان كده ما فيهوش معاصي وننبسط ونقضي أسبوع، عشان لما نرجع هنبتدي ناخد كرسي مكثف في حفظ القرآن، حفظ حديث النبي، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى الفسحة دي طاعة لله سبحانه وتعالى. وفي بضع أحدكم صدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته يكون له بها أجر؟ قال: أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. أخوي وحبيبي خليك معايا، اوعى تزوغ دقيقة ورجع لك مرة تانية في فاصل قصير، ونرجع لكم تاني إن شاء الله مع ليلة في بيت النبي. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع ليلة في بيت النبي. أنت الآن جوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الموقف الجميل اللي دار بين أمنا عائشة وبين أمنا سودة، والنبي يبتسم ويضحك. في دعابة بيت النبي، في فرحة بيت النبي، في بسمة بيت النبي. حياتنا مش عقد يا جماعة، حياتنا جميلة وديننا جميل، ما فيش أجمل منه، بس لو عشناه صح. عارف أخوي وحبيبي، لو عشت حياة جامدة من غير بسمة، من غير فرحة، من غير سعادة، مش هتقدر تأدي في الجوانب التانية أبدا. هتبقى تعيس جدا وتعبان جدا في شغلك، في حياتك، في إبداعك، في صلتك بالناس، في معاملاتك مع كل الناس اللي حواليك. هتلاقي نفسك مخسر غصب عنك، لأن أنت مش سعيد، أنت مش مبسوط. أنا عايزك تسعد في ظل منهج الله. اسمع لقول المولى عز وجل. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إلا حصل من سيدنا سليمان فتبسم ضاحكا من قولها. إيه اللي عرفني إن سيدنا سليمان كان مبسوط؟ تبسم ضاحكا. والعلماء بيقولوا إيه؟ علماءنا الكبار بيقولوا: السياق من المقيدات. الكلمة نفسها يا جماعة ممكن تتحط في جملة وتدي معنى، وممكن تتحط في جملة تانية وتدي معنى تاني. إيه الدليل على كده؟ هنا سيدنا سليمان إيه؟ فتبسم ضاحكا. طيب في غزوة تبوك لما تخلف كعب بن مالك، والحديث في الصحيحين، لما تخلف كعب بن مالك واثنين من الصحابة عن غزوة تبوك، فلما عاد النبي إلى المدينة ودخل عليه كعب بن مالك قال: فلما رآني رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم تبسم تبسم المغضب. هنا تبسم ضاحكا، وهنا تبسم تبسم المغضب. يبقى هنا سليمان عليه السلام بيتبسم هو فرحان، وهنا النبي كان بيتبسم وهو زعلان. يبقى السياق من المقيدات. ندي مثال تاني عشان المسألة توضح. تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر في الزواج. الثيب تستأمر يعني ايه؟ يعني نسمع امرها بالزواج. يعني لما نقولها عايزه تتجوز فلان راضيه بيه، لازم تقول. انما البكر تستأذن. قالوا: يا رسول الله، البكر تستحي لما يجي لها عريس ابوها يقول لها موافقه يا فلانه، فتبص كده وتتكسف وتقول له: يو يا بابا بقى ما تكسفنيش اذن حتى وشها في الارض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذنها صمتها. اذنها ايه؟ ما دام ما اتكلمتش يبقى اذنها ايه؟ صمتها. لان هي لو مش موافقه تقول: لا 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 مش موافقه، الله يبارك فيك، انا مش جزاكم الله خيرا، مش عايز اتجوز. فاهم ازاي؟ انما لو موافقه ممكن تحط وشها في الارض وما تتكلمش ولا كلمه. فقال النبي: اذنها صمتها. طيب ادي مثال. النبي لما شاع خبر ان هو طلق ازواجه، وده كان خبر، كانت اشاعه غير صحيحه يعني، فلما اراد عمر بن الخطاب ان يطمئن على حال النبي وجده جالسا وحده وعلى بيته، يعني بواب واحد واقف في بيحرس النبي عليه السلام. فقال عمر لهذا الرجل: استأذن لي على رسول الله، استأذنه ان انا اخش عنده. فذهب وعاد وقال يا امير او يا عمر، قال: استأذنت على رسول الله. فصمت، لم يتكلم. طب هنا صمت النبي كان موافقه؟ ما هنا علامة الايه؟ الموافقة في الزواج. البكر اذنها ايه؟ اذنها صمتها. لكن هنا لما النبي صمت علامة ايه؟ علامة رفض. يبقى هنا صمت وهنا صمت، لكن السياق من المقيدات. واضح المعنى ده؟ فشاهد في الموضوع: فتبسم ضاحكا من قولها. ان ايه؟ ان انت لو تبسمت انت لست اورع من سيدنا سليمان عليه السلام، ورغم ذلك فتبسم ضاحكا. يبقى الانبياء كانوا بيبتسموا، الانبياء كانوا بيمزحوا، كانوا بيضحكوا، لكن في طاعه الله. مفيش كذب، مفيش استهزاء من حد او سخريه من حد، وانما كلها في طاعه لله وقرب الى الله سبحانه وتعالى. جانب الترويح والبسمه والطرفه والدعابه الجميله المحترمه مطلوبه في حياه المسلم، وبخاصه يا جماعه الخير في مجال الدعوه. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح، افرح باسلامك، افرح بايمانك، افرح بطاعتك لله، افرح باتباعك لرسول الله، افرح بانك ربنا اختارك عشان تقعد الان قدامي وتسمع كلامي يذكرك بالله، لان غيرك قاعد قدام 400 قناه فضائيه كلها تدعو الى الخنا والفجور، وانت قاعد تسمع كلام الرب العظيم الغفور سبحانه وتعالى: واذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. والله الذي لا اله غيره، انا بشكركم من كل قلبي ان انتوا قاعدين تسمعوني. ليه؟ لان كان ممكن تحول بالريموت وتسمع اي اغاني او مسلسلات، لكن رغم ذلك قاعد ومستحمل وصابر وقاعد بتسمع معايا درس دين.
بشكرك من كل قلبي، وفي نفس الوقت بقول لك ابشر، هو ده مقامك عند ربنا. غيرك مقامه قاعد دلوقتي بيتفرج على كليب عريان، وانت مقامك عند ربنا ان انت قاعد تسمع كلام ربنا وكلام حبيبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. طب ممكن واحد من اللي واخدين الدين يعني مقفلين الدنيا خالص يقول لك لا، بس خد بالك بقى الايه دي بتتعارض مع ايه تانية، ان المولى عز وجل قال ان الله لا يحب الفرحين. اقول لك صح، لكن خد بالك بقى افهم سياق الآية. إن الله لا يحب الفرحين، أي ربنا لا يحب من يفرح فرحا مطغيا يخرجه عن حدود الشرع. زي مين؟ زي قارون. قارون اللي كان بيخرج وهو متبطر في بطر وأشر وكبر وعياذا بالله واستعلاء على الناس، واخد بالك؟ عشان كده ربنا لا يحب الفرحين اللي بالمنظر ده. انما لو انسان هيفرح بطاعه ربنا، افرح لو ربنا وفقك لصلاه فجر، افرح افرح لو ربنا وفقك للحجاب، افرح لو ربنا وفقك لزوجه طيبه، افرح لو ربنا رزقك بحفظ القران، افرح افرح واسعد. انما افرح لو ربنا رزقني بسياره استعلي بيها على الناس، لا، انما افرح لو ربنا اداني سياره استعملها في طاعه ربنا. واضح الفرق بين الاثنين؟ وده ربنا رزقه سياره وده ربنا رزقه سياره. يبقى ان الله لا يحب الفرحين اللي هو فرح استعلاء عياذا بالله. طب ما تيجي بقى نخش في الجد بقى ونشوف بعض المواقف الحلوه كده في حياه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو بيمزح وبيفرح وبيداعب ازواجه صلى الله عليه وسلم، عشان حياتنا تبقى صح يا جماعه. مش ربنا قال كده؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايزين نفرح فعلا بحياتنا بإيماننا بديننا ونحط النبي أسوة، قدوة، نموذج نمشي وراه عشان نخش الجنة. ولقد أبى الله، واحفظ الكلمة دي، ولقد أبى الله أن يجعل أي طريق للجنة إلا خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو أنت داخل الجنة برضو مش هتخش إلا ورا النبي. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول الناس يشفع في الجنة، وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أول من يحرك أو من يحرك أبواب الجنة، حلق أبواب الجنة، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة لك أمرت، وفي رواية بك أمرت، لا أفتح الجنة أبدا لأحد من قبلك يا رسول الله. فيدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه فقراء المؤمنين قبل أغنياء المؤمنين، ومحدش يزعل، ربنا بيعوض الفقراء الغلابة اللي انكسرت قلوبهم من الفقر والحرمان. يقوم ربنا يكرمه ويدخله الجنة قبل الغني ب500 عام، بنصف يوم، خد بالك. والغني برضه هيخش ويتمتع، وخد بالك من حتة مهمة قوي. هل شرط ان الفقير لما يخش الجنة قبل الغني هل معنى ذلك انه يبقى في الجنة في درجة اعلى من الغني؟ لا، هو ممكن يخش قبل الغني، لكن ممكن الغني يخش بإنفاقه في سبيل الله وبالخير اللي عمله ده كله يخش الجنة متأخر شوية، لكن يلاقي نفسه في درجات أعلى بكثير وكثير من الفقير الذي لم ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فربنا بيعوض ده بالدخول بدري، وبيعوض الثاني برفعة الدرجة في الجنة. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين، اللهم آمين. تعالوا نشوف بعض المواقف في حياة النبي اللي كان فيها شيء من المزح الجميلة. موقف جميل أوي، حديث رواه البخاري ومسلم، احنا اتفقنا على الأمانة العلمية أني لا أذكر لكم حديثا إلا صحيحا أو حسنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، أنتوا عارفين أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كلها كانت بتفتح على المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام سمع أصوات في المسجد، فتح الباب فلقى الأحباش بتوع الحبشة عمالين بيلعبوا بالحراب، وهم كان عندهم مهارة شديدة جدا في اللعب بالحراب، عمالين بيلعبوا بالحراب ويتدربوا على القتال و فاستهوى الموضوع أمنا عائشة، هو كان عنده أمنا عائشة في اليوم ده، فحبت تتفرج. عمل إيه النبي؟ راح واقف على الباب عشان ما حدش يشوف أمنا عائشة، وراح رافع إيديه كده وهي حطت وشها هنا عشان تتفرج على الأحباش من وراء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عمال يقول لها أشبعت يا عائشة؟ تقول له لا يا رسول الله، وهي شبعت، هي حتى بتقول ولقد شبعت، غير أني أريد أن أعرف مدى حب النبي لي، عايز أعرف غلاوتي عنده. خد بالك أخوي وحبيبي، خليك ذكي. أحيانا زوجتك تطلب منك حاجة هي مش عايزاها، بس عايزة تعرف هي غالية عندك ولا لا. تقول لك حبيبي لو سمحت وانت جاي تجيب لي مثلا حاجة معينة، حاجة معينة دي مش موجودة دلوقتي، عايزة رمان أو خوخ أو مش، ومش موسم رمان ولا خوخ، وهتدور وهتتعب بس هتلاقي. خد بالك ليه؟ عشان تعرف هي غالية عندك ولا لا، جيب لها.
وحسسها ان هي غاليه عندك، اصل دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فالنبي عليه السلام واقف ويؤمن عائشه يقول لها اشبعت يا عائشه؟ تقول له لا يا رسول الله. اشبعت يا عائشه مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما في الاخر خالص قالت له شبعت يا رسول الله، فراح داخل وقافل الباب صلى الله عليه وسلم. طبعا لو واحد بقى من الجماعه المقفلين اللي هم يعني واخدين الدنيا كلها مقفلينها خالص، واخد بالك، لو لقى مراته بتتفرج على حاجه زي كده في ساعتها على طول حبيب قلبي يروح مديها بالبوكس ويقع على الارض ويجيب لمسه اكتاف. المهم، فاحنا بنقول ادي حياه النبي، ادي المثال، ادي الاسوه، ادي القدوه صلى الله عليه وسلم، كان بيفرجها على هذه الاشياء عشان تفرح ويدخل الفرحه والبسمه على امنا عائشه رضي الله عنها. نشوف مثال ثاني، نشوف مثال ثاني. حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم في يوم من الايام خارج مع الصحابه مع الجيش، فكان يقرع بين النساء، يعمل قرعه بين النساء ويشوف هياخد مين فيهم، فخد عائشه. طلعت القرعه على امنا عائشه فخدها معاها، فهي معاه قال النبي للجيش تقدموا. وكون اللي بيقولهم تقدموا يعني معناه ايه؟ معناه امشوا قدامي ما حدش يبص ورا، لان انا عايز اتكلم مع زوجتي ودي زوجه النبي ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. فقال تقدموا، فتقدم الجيش واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اللي مسؤول عن هدايه البشر، اللي مسؤول عن الدعوه، اللي مسؤول عن الجهاد، اللي مسؤول عن وعن وعن، واللي مسؤول عن تسع ازواج في وقت واحد بيمزح مع زوجته. تخيل انت لو واحد متجوز اثنين بس ماشي في الشارع عمال بيضرب كف على كف وبيكلم نفسه، فواحد بيقول له انت بتسبح؟ قال له لا يا حبيبي ده انا بحاسب، واخد بالك، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فده النبي عليه السلام كان متجوز بقى تسعه ومسؤول عن ارضاء كل زوجه عاطفيا وجسديا وماديا واجتماعيا كل حاجه، وفي نفس الوقت مسؤول عن امه كامله، امه كامله، مسؤول عن هداية الإنس والجن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مسؤول عن زيادة إيمان هؤلاء المؤمنين وعن إيمان هؤلاء الكافرين اللي لسه ما أسلموش، مسؤول عن الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك بيقول لعائشة تسابقيني؟ قالت له سابقك. النبي هيعمل سباق مع أمنا عائشة؟ آه مفيش مشكلة خالص، يعني يا عم هو النبي كان يعني فاضي إنه يعمل كده؟ حتى لو ما كانش فاضي حاسس النبي ان دي امانه في عنقه لازم يسعدها ولازم يبسطها رضي الله عنه وارضاها، وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. تسابقيني يا عائشه؟ قلت له اسابقك. فكانت ساعتها لسه نحيفه رفيعه، فسبقت النبي فسبقته. فالنبي ما نسيش بقى، لا لازم اخد حقي. بعدها بحوالي 6 7 شهور كانت امنا عائشه تخنت وحملت اللحم شويه كده، فبرضه كان طالع مع الجيش وعمل قرعه بين النساء، فطلعت برضه ايه؟ عائشه رضي الله عنها وارضاها، فخرجت معاه. فقال النبي للجيش تقدموا، اطلعوا قدام شويه، فتقدموا. فراح برضه غامز امنا عائشه، قال لها تسابقيني؟ قالت له سابقك. قالت فسابقني النبي فسبقني. ليه؟ لان هي كانت بقى تخنت شويه فبقت ثقيله في المشي، مش قادره تجري قوي، فالنبي طبعا كان ما شاء الله كان بيجري ما شاء الله، فسبقها النبي فقال هذه بتلك، واحد واحد، تمام كده؟ شوف ده النبي. تقول لي يا شيخ محمود ده بتتكلم عن الخيالات يا عم، ده الاوضه الشقه عندنا 40 متر هسابقها فين؟ ده انا لو سبقتها خطوتين الاقي نفسي في الشارع، يعني فاهم ازاي؟ مش لازم في الشقه، سابقها حتى من الصاله للاوضه كده واي حاجه، وانتوا خارجين في فسحه حلوه كده مثلا وفي مكان فاضي ما يبقاش قدام الناس بقى يقولوا يعني يقولوا الشيخ دماغه ضربت ولا بتاع، لا يعني ما يبقاش قدام الناس، مكان فاضي كده خد زوجتك واولادك ويلا حبيبي نعمل سباق. مش عيب والله، مش عيب ولا حرام. اخويا وحبيبي حس معايا بالمعنى ده، زوجتك اما كنتش انت تدخل عليها البسمه والفرحه والسعاده مين يسعدها؟ هي ليها مين اصلا في الدنيا غيرك؟ ده النبي قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن ايه؟ عوان عندكم، يعني اسيرات عندكم. خد بالك اخويا وحبيبي دي اسيره عندك تحسن اليها، الله يبارك في عمرك، والنبي وثق عليها. فعشان كده بقول لك ان انت لازم تاخد بالك من الحته ديت، فرح زوجتك، ابسطها، حاول تسعدها باي طريقه. تعال نشوف مثال ثالث كده في عجاله سريعه كده قبل ما نطلع للفاصل، وارجو ما تنسوش اس ام اس ان شاء الله يجيني خلال الحلقه ان شاء الله، ويجيني برضو خلال الاسبوع، عايزين نعرف مين اللي هيقدم هديه للنبي، وعايزين نعرف تفاعلكم معانا، عايزين تسمعوا عن ايه، وعايزين نتكلم عن اي قضيه واي مشكله في بيوت المسلمين ونتناولها في حلقه من حلقات ليله في بيت النبي. طيب تعال نشوف المثال الاخير او المثال من الامثله في عند الترمذي بسند الحسن. امرأة عجوز جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل أدخل الجنة؟ أنا بقى يعني آمنت بك يا رسول الله وآمنت بالله عز وجل وشهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أدخل الجنة؟ فقال إنه لا يدخل الجنة عجوز. فطبعا المرأة أول ما سمع كده يا خبر أبيض، يعني أنا بعد إيماني وصلاتي وعبادتي وكل دوت واتباعك يا رسول الله مش هخش الجنة عشان أنا كبيرة في السن؟ فذهبت المرأة ولت وهي تبكي، فناداها النبي وقال تعالي إنك لا تدخلينها وأنت عجوز، أما سمعت قول الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا. الله أكبر، عايز يقول لها أنت مش هتخش الجنة وأنت عجوز بالمنظر ده، ده أنت لما تخش الجنة هترجع الشباب وزي القمر، عمرك هيبقى 33 سنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام. تعالوا نكمل بعض المشاهد الجميلة المبهجة المفرحة في بيت النبي، ولكن بعد الفاصل الأخير دوت إن شاء الله هنرجع لكم. اوعى تزوغ مني، خليك معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في أجمل ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وألف مبروك على كل واحد خد تأشيرة وصلى على النبي 10 مرات، واللي لسه قاعد قدامنا دلوقتي ما حضرش الحلقه من اولها، قلنا اللي عايز يخش ويبقى معانا في هذه الليله في بيت النبي هيصلي على النبي 10 مرات، وكلنا صلينا على النبي 10 مرات، واللي لسه حاضر دلوقتي يا ريت يصلي على النبي 10 مرات صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف برده موقف تاني من المواقف الجميله جدا، وما ننساش برده الاس ام اس عشان نتفاعل معاكم ونعرف الهدايا التي ستقدم الى النبي. هتقول لي واحنا لحد امتى هنتكلم عن هديه النبي؟ انا عن نفسي هفضل اطلب منكم هديه النبي لحد ما القى النبي على الحوض، ويبقى هديتي أنا للنبي إني خليت كل مسلم يقدم هدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي تعال نشوف الموقف الجميل ده أيضا عند الترمذي بإسناد حسن، إن كان في واحد من الصحابة اسمه زاهر. زاهر كان إيمانه كالجبال ولكن كان دميم الخلقة. ففي يوم من الأيام جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، فوجد زاهر كان بيتاجر في الأقمشة، فقال زاهر من يشتري هذا الثوب؟ من يشتري هذا الثوب؟ فجاله النبي من وراء قدام الناس وفي السوق وعلى مرأة ومسمع من الناس، وراح مغميه من وراء وحضنه وقال ومن يشتري هذا العبد؟ ومن يشتري هذا العبد؟ فهو فزع، فلسه هينفعل، فحس بجمال الإيد الجميلة اللي مغمياه. خد بالك أصل إيد النبي كانت معروفة، لأن سيدنا أنس قال كما عند مسلم ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من ريح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما زاهر حس بالإيد الجميلة دي فعرف أنه هو النبي، فراح متدور، ونبي بيقول من يشتري هذا العبد؟ فبص للنبي وقال له إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، أنا اللي زي ما يجيبش فلوس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غير أنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية بل أنت غال عند الله جل وعلا. شفت أدي المسحة والطرفة؟ حد ممكن يتخيل أن وزير من الوزراء أو رئيس وزراء أو حاكم من الحكام ممكن يجي الواحد من عامة الشعب وفي وسط السوق ويغميه ويضحك معاه ويهزر معاه؟ النبي سيد المتواضعين سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يمزح معاه. تعال نشوف الموقف الأخير دوت. واحد راجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت يا رسول الله، فقال النبي وما ذاك؟ قال أتيت امرأتي في نهار رمضان، جامع زوجته في نهار رمضان، طبعا لزيادة عليه صيام 60 يوم متتابعين. خد بالك، طب ما فيش إمكانية لأنه مريض مثلا يبقى هيطعم 60 مسكين. فقال له الرسول عليه السلام عليك صيام شهرين متتابعين 60 يوم مثلا. فقال يا رسول الله والله ما أجد بي من صحة ولا عافية على الصيام، وفوق ده كله كمان أني لا صبر لي على امرأتي، هو إيه اللي خلاني وقعت عليها في نهار رمضان إن أنا لا صبر لي عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، قال والله لا أجد حتى ما أطعم بي أهل بيتي. فشويتين النبي واقف، فجاءه عذق من تمر زي كده، يعني ايه حاجه كده باقه من التمر كده كبيره، واخد بالك؟ فراح النبي منادي اين هذا الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذه وتصدق به. طب انت طالما معكش لا تاكل ولا تصوم ولا قادر تصوم، خذ وتصدق بالتمر ده. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم
على افقر مني، فوالله ما بين لابتيها افقر مني. يعني بيقول له ما بين يعني المدينه من بابها لبابها او من هنا لهنا، والله ما في حد افقر مني ابدا. فقال النبي وهو يبتسم: خذها واطعمها اهلك. يعني خذها وكل انت وزوجتك بقى. فذهب الرجل وهو يكبر ويبتسم، والنبي يبتسم صلى الله عليه واله وسلم. كان يا جماعه الصحابه طبعا تاثروا جدا بان شافوا النبي بيضحك بيمزح صلى الله عليه وسلم، وبيعمل حاجات جميلة جدا ويدخل السعادة على كل من حوله صلى الله عليه وسلم. سئل أحد التابعين عن الصحابة: هل كانوا يضحكون ويمزحون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. يا الله، لدرجة أن بعض الصحابة أحيانا كانوا قاعدين مع بعض بيأكلوا بطيخ كما ورد في رواية، كانوا يتبادحون بالبطيخ، كانوا يرموا على بعض البطيخ ويهزروا مع بعض. الصحابة اللي احنا لما نسمع كلمة صحابي نعرف ان ايمان كالجبال، بل ارسى من الجبال واعظم من الجبال. ورغم ذلك كانوا بيمزحوا مع بعض ويضحكوا مع بعض رضي الله عنهم وارضاهم. تسمع لكلام بعض الصحابة؟ اسمع بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه: لا بأس بالمفاكهة يخرج بها الرجل عن العبوس. لا بأس ان احنا يبقى فيه مفاكهة، يبقى فيه ضحك، يبقى فيه مسحة جميلة كده نخرج بها عن حد العبوس. اسمع لقول عمر بن الخطاب، قال: إنه لا يعجبني أن يكون الرجل بين أهله أو في أهله كالطفل الصغير، يضحك معهم ويهزر معهم ويدخل عليهم البسمة والفرحة، فإذا أرادوه رجلا وجدوه رجلا. اسمع للإمام الشعبي، قيل له: يا أبا عمر، كان الإمام الشعبي إمام علم كما ورد في رواية عن زيد عن مكحول أنه قال: أعلم التابعين الشعبي. الإمام الشعبي اللي هو أبو عمر الكنية بتاعته، تلاميذه بيقولوا له: يا أبا عمر، أتمزح معنا؟ قال: بلى، لو لم يكن هذا متنا من الغم، متنا من الغم. ظهرت واحد تلميذه بيهزر معه بيضحك معه بيقول له: يا إمام، هو زوجة إبليس كان اسمها إيه؟ قال له: والله ما حضرتش الفرح بتاعها. يعني فكان يمزح وكان يضحك. والأئمة الكبار والمشايخ الكبار، يعني حضرنا مشايخ كبير من مشايخنا وأساتذتنا كنا نضحك معهم. منهم شيخ قاعد تلميذه قدامه، فالشيخ بيكلمه باللغة العربية بيقول له: يا بني، هل تناولت الغداء؟ قال: بلى يا شيخي. قال: ماذا أكلت؟ قال: أكلت قلقاسا. قال: سبحان الله، ولو سألت عن قلبي وكم قاسة فقل قاسة وقل قاسة وقل قاسة. واخد بالك يعني ايه المصحة حضرة ما بينهم ما شاء الله. واحد من التابعين ما شاء الله في يوم من الأيام ابتلي ودخل السجن، عذبوه لحد ما اتبهدل وجسمه تعب. فالراجل مدير السجن يعني قال له: اطلع على الزنزانة بتاعتك. فقال له: مش قادر. فقال له: طيب يعني مش قادر؟ قال له: من شدة العذاب مانيش قادر. فراح منادي على واحد من العسكر اللي موجودين في السجن، قال له: احمل الشيخ واذهب به الى السجن، الزنزانه بتاعته يعني. قال له: حاضر. فالمهم قام واخده وشايله فوق كتافه. فالشيخ من كتر ما هو متغاظ من العذاب اللي عذبوا له، راح باصص للعسكري اللي تحتيه وقال ايه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. فبر حضرتك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقال او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير باسناد الحسن: احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. اخوي وحبيبي، هنعرف اداب المزاح، ولكن بعد ما يعني ان شاء الله نعيش مع الهدايا التي قدمها إخواننا وأحبابنا وأخواتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأخت هدين من طنطا قالت: أنا لبست النقاب وهقرأ القرآن، بقرأ القرآن كل يوم وصلاة النوافل. الأخت أمل من القاهرة قالت: كفلت 10 أطفال يتامى فضل الله سبحانه وتعالى. ما احنا عايزين دين ودنيا، عايزين خدمة للدين وخدمة للبلد وخدمة للناس اللي حوالينا. الأستاذ أحمد الضوي والأستاذ حسام الدين محمد صلوا على النبي 1000 مرة كل يوم واستغفروا 1000 مرة. الأخت حكيمة بوزيت، ودي كانت أجمل حاجة جاتني الأسبوع دوت، الأخت حكيمة بوزيت من المغرب قالت: زي ما أنت قلت في الدرس اللي فات، أنا مهر الإسلام وافقت على واحد هيتقدم لي بعد ما يشهر إسلامه، وإعلان إسلامه هو المهر بتاعي بفضل الله سبحانه وتعالى. الأخت سمر من البحيرة هي في الثانوية العامة قالت لها: ذاكر عشان أكون دكتورة كبيرة إن شاء الله أنفع المسلمين. أيمن أبو ضيف قال: هصلي الفجر، بقيت أصلي الفجر وأوقظ أهلي كل يوم.
ماجد من العراق قال مسحت كل الفحش اللي موجود على الموبايل عندي وبدات اصلي الصلوات الخمس. ام سندس قالت بعوض الصيام عن امي المتوفاه، صيام الفريضه طبعا وحفظ القران، وهذا البرنامج اعادني مره اخرى الى البرامج الدينيه مع اني كنت مقطعها بقالي فتره. ام محمد من السودان واسماء مصطفى اسماعيل وابو سيف الكل بدا في حفظ القران والصلوات الخمس. ام حبيبه قالت بدات في الصلوات الخمس وابنتي عمرها سنتين بتصلي معاها. طب ناخد تليفون ونكمل الهدايا. الاخت خديجه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أختي خديجة السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، اتفضلي يا أختي خديجة. ازي حضرتك؟ يا أهلا بيك. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يعزك ويسترك. عندي حضرتك سؤالين كده معلش بسرعة. اتفضلي اتفضلي. هو حفظ القرآن فرض ولا لأ؟ ربنا يبارك فيك. السؤال الثاني. ده أول سؤال. يعني نعم. فرض على كل المسلمين ولا لأ؟ ده أول سؤال. نعم اتفضلي. ثاني سؤال حضرتك الدعاء، عايز أعرف إيه الشروط اللي تخلي الدعاء باذن الله باذن الله مستجاب. انا بدعي ربنا الحمد لله تقريبا يوميا. ما شاء الله. عايزه حاجه تحسس، انا بحس ان ربنا سبحانه وتعالى بيسمع وكل حاجه. حاضر. انا عايزه. حاضر اختي خديجه. طبعا بالنسبه للقران. نعم. القران طبعا ربنا يبارك فيكي، يعني مش عايزين نقول فرض ان انا احفظه، لكن فرض ان انا اقراه. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ مش فرض ان انا احفظه، لكن فرض ان انا اقراه، لابد ان انا اقرا القران. اما مساله الحفظ ففي ناس ما عندهاش قدره على الحفظ، فلو جعله الله فرضا على كل انسان هو يحفظ القران لكان اغلب الناس اثمين واقعين في كبيره. فعشان كده هو مش فرض حفظه لكن فرض قراءته. اما بالنسبه للدعاء ده عايز درس لوحده ان شاء الله عشان نقول شروط قبول الدعاء او غير ذلك. طيب الاخت ام عبد الله قالت هرب الايتام وفي، يعني هي تقريبا ارمله، قالت برب الايتام وفي معوق. ولاء من الامارات. هدى من مصر قالت هعامل زوج وزوجي احسن معامله. الاخت هدى ايضا من مصر قالت هطلع 9 السنه دي يحجوا على حسابي ما شاء الله. الاخ كمال احمد قال هجوز 5 شباب على حسابي لانشاء اسره مسلمه. شفت التفكير الحلو، كل دي هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. الاخت شيماء من الموصل ترجمه قالت هقدم ترجمه سهله لكل من يريد الدخول في الاسلام. الأستاذ عادل محمد قال هقدم 5 شقق هدية لخمس أسر فقيرة هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أنس قال هقدم 7 مشاريع لـ7 من الشباب المعوقين ما شاء الله. في ناظر مدرسة ما ذكرش اسمه الحقيقة. طيب ناخد التليفون ونخش على الناظر. السلام عليكم. أم سارة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ورحمة الله. أهلا بحضرتك شيخ محمود. أنا تزوجت رجل أكبر مني في 15 سنة. ربنا يكرمك. وعنده القلب وعنده سرطان. نعم ربنا يشفيه. وتزوجته لوجه الله. ربنا يكرمك. إن أنا أدخل الجنة بهذه الزيجة. الله يبارك لك يا رب. والحمد لله أحسنت التباعد جدا 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 واستحملت كل طباعه الغير محتملة. سبحان الله. وفي موقف من المواقف يعني عمل حاجات بتضايقني قوي فخيرت، قلت له يا اما يعني تكف عن علاقه معينه مع شخص ما او مع شخص ما، يا اما تطلقني. نعم. فقام طلقني. سبحان الله. الحمد لله على كل حال. جه بعد شهرين. مقبول على الخير اللي قدمته له، ربنا يكرمك والله يا اختنا الفاضله. جه بعد شهرين يردني. نعم. فبرضه لوجه الله انا كنت رحت عملت عمره ودعيت له كتير جدا ان ربنا يهديه ويغفر له لان انا كنت عافيت عنه وغفرت له لوجه الله برضه. ربنا يكرمك يا رب. فجي يرديني بعد شهرين. فبرضه لوجه الله انا وافقت علشان اقدر اكمل رسالتي قدام ربنا اللي وقف معاه في مرضه وفي وحدته. ما شاء الله. راح هو قال لي لا احنا ما نتجوزش على طول، احنا نتخطب مده 6 شهور الاول. خطب. فانا رفضت. نعم. وانهيت يعني انهيت بقى الموضوع ده وانا حاسه كده ان انا يعني قدام ربنا مش مقصره. لا ان شاء الله ما فيش مقصره. فهل انا عليا كده اي تقصير؟ لان أبداً كده أبداً يعني ابتديت احس بقى ان في تفكير مش مظبوط شويه ومفيش حد ابدا يرجع لمراته بعد شهرين ويقول لها نتخطب 6 شهور تاني. ربنا يحفظك. انا عموما عايز اقول لك حاجه، يعني انت مش مقصره ان شاء الله. وبعدين على فكره اي مسلم على فكره اوعى تظن ان الانسان لما يحس ان هو مقصر ان هو بيبقى يعني ان ده غلط. بالعكس اي انسان حتى الصحابي كان يفعل الخير ويظن انه مقصر. خدي بالك من المساله دي. طب نكمل ديت ونكمل بقى اداب المزاحف في الدقائق اللي فاضله دي ان شاء الله. معانا ناظر المدرسه الحقيقه لم يذكر اسمهم، قال هخلي كل الطالبات يلبسوا الحجاب هديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستاذ احمد كامل قال اطعام يومي في المسجد لفقراء الحي كلهم. صاحب مصنع برضه ما ذكرش اسمه، قال هخلي كل العمال يصلوا ان شاء الله وهعمل مصلى في المصنع. طيب تعالوا نشوف الواجب قبل ما نخش على اداب المزاح. الواجب بالله عليكم الاسبوع ده، عايزين واجب مكثف شويه بس واجب مهم قوي، احنا بناخد بايدين بعض الى الجنه. الواجب
هنقسمه لثلاث حاجات او اربع حاجات. اول حاجه اوعى تنسى صيام الخميس اللي جاي والاثنين اللي جاي، ويوم الجمعه اظن هيبدا الثلاث ايام البيض على ما اذكر تقريبا 13 14 15. يبقى لو كان جمعه 13 والسبت 14 والحد 15، يبقى نصوم الخميس للاثنين ان شاء الله، وربنا يتقبل يا رب العالمين. الحاجة التانية غير الصيام إن شاء الله، هنصلي على النبي كل يوم 1000 مرة، دي عايزينها بقى معانا ورد ثابت إن شاء الله. وهنعمل إيه؟ وهنتصدق صنائع المعروف تقي مصارع سوء. ولو صدقة واحدة خلال الأسبوع دوت، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك داووا مرضاكم بالصدقة. لو عندك مريض طلع صدقة بنية شفاء هذا المريض، وإن شاء الله هيشفى بفضل الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه في الـ في الـ في الواجب بتاعنا، وانا قلت لك ايه يعني عايز ورقه وقلم عشان تكتب معايا الواجب. قلنا اول حاجه ان شاء الله ان احنا هنصوم من الخميس للاثنين ان شاء الله، ولو مش قادر صوم الخميس والاثنين حتى مش مشكله. وتاني حاجه قلنا هنتصدق، وتالت حاجه قلنا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة كل يوم. رابع حاجه ودي اخر حاجه، يا ريت نلزم هذا الذكر طول الاسبوع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الذكر الثاني سبحان الله العظيم وبحمده. ليه؟ لأن النبي قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. الله، بالله عليك اوعى تنسى. هقول لك الذكر مره ثانيه عشان ما تنساوش، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والذكر الثاني سبحان الله العظيم وبحمده. تعالوا نشوف اداب المزاح في الكام دقيقه اللي فاضلين كده بسرعه كده قبل ما الوقت يجري. اداب المزاح، يعني طب انا عايز امزح، ايه الاداب؟ اول حاجه رقم واحد عدم الاكثار. يعني ايه عدم الاكثار؟ احنا في حلقه زي ديت مزحنا كم مره؟ 3 4 مرات مش اكثار. بتكلم بقالي ساعه كامله ما ضحكتش مثلا 10 مرات ولا 20 مرة، ده اسمه اكثار لو انا ضحكت 20 30 مرة. انما 5 6 مرات في وسط الحركه ايه المشكله؟ ده ليس اكثار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح، لا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب. الحاجه الثانيه الا يكون فيه كذب. فاضل لنا دقيقه يا استاذ شريف، الوقت خلص. انا اسف والله انا مش واخد بالي. طيب الحقيقه الوقت خلص سامحونا، لكن عموما في عجله سريعه، عدم اكثار من الضحك، الا يكون في كذب، الا يكون في تجريح لاحد، الا يكون القصد من الترويح، ان يكون القصد من الضحك الترويح على نفسه وايناس الناس. اخويا وحبيبي كلمه اخيره اقولها، بسمتك بفضل الله نصر للامه ونصر لهذا الدين، هتتالف قلوب الناس وتدخل السعاده على الناس وعلى نفسك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.